مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. من قبل فترة فتح محمود بيطار محل لبيع الألبسة باسم بيطار فورمان بتركيا، تحديدا بإسطنبول، وعم بيفكر بفتح محلات بمناطق ثانية حول العالم، حيث بتوفر بالمحل قطع مختلفة من بينها أقمصة وسراويل وكابس وحتى جاكيتات. أما دايلر فحضر حفلة فورتنايت اللي أقيمت في دبي مول، حيث حضر عدد كبير من فانز دايلر، والمفاجأة كانت أنه دايلر غنى أغنية آسف على المباشر وشاركوا متابعينه بالغناء. ودايلر عم بيضيف هالمرة اللمسات الأخيرة لألبومه باسم تريليونير اللي رح ينزل بالثامن عشر من أغسطس، حيث اختار هاي الصورة لحتى تكون صورة غلاف الألبوم تبعه. بنين نعيم ومع الأسف عم بتواجه هالأيام مشاكل كتيرة بصحتها، حيث عم بتصارع مرض معين، بس فضلت الاحتفاظ بنوع المرض لإلها ولعائلتها كمان، حيث مرضها عم يمنحها من تنزيل الفيديوهات وعمل المونتاج بالوقت المناسب، وعم بتزور الطبيب بين فترة وفترة. بتمنى الشفاء العاجل لبنين، وإن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع مثل ما كانت قبل. أما رنا دمند دايتيز إجتها فرصة لعمل دبلجة لفيلم Angry Birds الجزء الثاني بالعربية، حيث دبلجت دور شخصية بينكي بالفيلم، حيث مقر الدبلجة كان بلبنان، ونزلت مؤخرا فلوغ حكت فيه عن الدبلجة وكيف كانت الأجواء هناك. أما نارين بيوتي ومثل ما حكينا بالفيديو اللي فات راح تكون مقدمة لبرنامج مكياج وبنات اللي نزلنا فيه كواليس البرنامج، فإذا ما شفتوا الفيديو روحوا شوفوه، الرابط موجود بصندوق الوصف. فنزل اليوم الفيديو التشويقي للبرنامج اللي اكتشفنا من خلاله الشخصيات اللي كانت ضيوف بحلقات البرنامج، حيث من بينهم كانت أخت نارين سيدرا وصديقها مو فلوكس ومها جعفر وعدد كبير من الضيوف. مين متحمس للحلقات؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.